بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة سقي الماء. الحمد لله، اليوم تم افتتاح بئر صدقة عن روح المرحومة ثلجة عبد القادر خالدي بن عز الدين شفا عمره. نوع البير الارتواصي بإشراف فراح صنابل الخير، جزاهم الله خير الجزاء وأحسن الله لهم، وسقاهم الله من حوض الكوثر يوم القيامة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البير في ميزان حسناتهم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم وعافهم وعاف عنهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم. اللهم اغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النار. اللهم تقبل هذه صدقة وجعلها سببا لدخول الجنة ونجاة من النار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.